اهلا بيكم حبايبي الغاليين في حلقه جديده على قناه تدريب كلاب لايفز اوف دوجز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن الرعشه او الرجفه اللي بتصيب الكلاب. الرعشه او الرجفه دي بيكون ليها اسباب وانا هكلمك عنها في حلقتنا النهارده، وهتعرف ايه الحالات اللي الكلب بيكون فيها بيرتعش او بيحصل له زي رجفه. احيانا كلنا كمربيين ممكن تشوف الكلب قدامك وهو بيرتجف او بيرتعش. الحالات دي في حالات منها بتكون محتاجة طبيب بيطري وفي حالات لا. الحالات اللي مش محتاجة انك تروح لطبيب بيطري هي ارتجاف الكلب من الساعة، ودي طبعا هي بتبقى محتاجة منك انك تدفي الكلب بشكل كويس، وخصوصا طبعا احنا في فصل الشتاء، فبتلاحظ ان الكلب ممكن تلاقيه بيرتجف لو هو مكان الأرضية بتاعته سيراميك والجدران طبعا بتبقى ساقعة، فبتوصل للكلب الرطوبة، فبتحس ان الكلب واقف مش على بعضه وعمال يرتعش. وطبعا لو انت برضو في البرد ده بدأت ان انت تحمي الكلب، بعد ما بتخلص تحميمه بتلاقي الكلب بيرتعش، او حتى اثناء التحميم بتلاقيه بيرتعش. الحاجات دي برضو بتكون ليها عامل كبير جدا في جسم الكلب، لازم تحذرها وتخلي بالك، وخصوصا في فصل الشتاء لانها ممكن تعرض الكلب للبرد او لاصابته بالبرفو، لان البرد ممكن يكون بداية وبعد كده انت ما تعرفش تسيطر على الكلب والمرض بتاعه انك تخرجه من جسمه، فيوصل الحالة للكلب ان هو يصاب بالبرفو. الحالة التانية اللي ممكن تشوف فيها الكلب بيرتجف، ممكن يكون الكلب حاسس بالسعادة الزايدة. السعادة الزايدة ممكن توصل الكلب للرعشة او للرجفة، والرجفة او الرعشة دي بتاخد وقت مش كبير، وبعد كده بيرجع الكلب لطبيعته عادي جدا وما بيبقاش فيه اي مشكلة خالص، ودي طبعا ما فيش منها اي خوف او اي قلق. وحالة تانية كمان او حالة تالتة بتلاقي فيها الكلب بيبدأ يظهر عليه الرجفة او الرعشة، دي وقت الخوف والتوتر لما يكون خايف من حد او حد بيتعامل معاه بقسوة، فبتلاقي الكلب ساعات بتلاقيه واقف بيرتعش او بيرتجف، وهنا بيكون سببه الخوف. التلات حالات دول عاديين جدا، ما هماش مؤثرين جدا في الكلب، يعني مش هيمرضوه قوي، وخصوصا طبعا لو انت التصرف بتاعك او رد فعلك معاه سريع بعيدا عن شعور الكلب بالسعادة، لان ده هيروح لوحده. لكن حتة الخوف وحتة البرد لازم تخلي بالك منهم برضو، البرد لازم تدفي المكان للكلب، والخوف لازم تتعامل مع الكلب بطريقة كويسة بحيث ان انت تقضي على مشكلة الخوف والتوتر، فينتهي بالنسبة للكلب فكرة الرعشة او الرجفة دي. الحالة اللي بعد كده هي ان يكون الكلب مريض. الكلب لما بيكون مريض وفي عنده شيء داخلي في جسمه بيألمه، ممكن يبقى الكلب بيرتجف من الألم. يعني مش شرط يكون الرجفة او الرعشة تكون سببها السقع. يعني انت لو عملت كل الطرق، دفيت الكلب وكل حاجة، لكن شايف ان الكلب برضو في رعشة موجودة في جسمه، هنا في الحالة دي ممكن يكون الكلب بيتألم من مرض معين، في شيء جوه جسمه مش طبيعي. في الحالة دي هتحتاج انك تعرض الكلب على بيطري، ولازم تتأكد من ان ايه المشكلة بالظبط اللي وصلت الكلب للرجفة دي. الحالة التانية، في حالة كمان ممكن تلاقي الكلب فيها بيرتعش او بيرتجف، ودي بتكون بسبب تلف في الاعصاب، فبتلاقي الكلب واقف مش متزن وتلاقي دايما جسمه بيهتز، فبيكون عنده تلف في الاعصاب. في الحالة دي بتحاول برضو ان انت تعرض الكلب على بيطري بحيث ان هو يشوف ايه الاجراءات اللازمة اللي هتساعد الكلب انه يشفى ويبقى كويس. وفي كلاب بيكون عندها شيء طبيعي كده في جسمها انها بترتجف وقت النوم، وده شيء عادي جدا. في بعض كلاب فيها الحالة دي ما فيش منها اي مشكلة ولا في منها اي خطورة، لكن هو نايم بس بتلاقي الكلب بيظهر فيه شوية رجفات كده خفيفة، رعشات خفيفة. الحاجات دي بتبقى عادية في بعض الكلاب لكن مش في كل الكلاب. احيانا برضو الكلب بيرتجف لما بتكون درجة حرارة جسمه ارتفعت وتصاب بالحمى، وفي الحالة دي بتحتاج انك تدي للكلب خافض للحرارة علشان ترجع جسم الكلب لطبيعة درجة حرارته العادية. بكده نكون استعرضنا مع بعض ايه اسباب الرعشة والوقت اللي بيكون فيها محتاج انك تودي الكلب لطبيب بيطري، والوقت اللي ما انتش محتاج فيه تودي الكلب لطبيب بيطري. يا رب تكون استفدت بحلقة النهاردة
ما تنساش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفك ان شاء الله على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.